عاملين هيدا اللقاء وصلنا لاخر فضل. المحور محور بهيدي الحلقه انا جاهز وهي الزهورات صاروا جاهزين عندك مشان لازم لانه نشفت لي حلقي هيك هلا ايه يلا انا جبت طلبت لك زهورات كرمال تروقي اعصابي يسلموا ايديك كتر خيرك هلا انا وياكي بهيدا المحور حنشوف اه. شوية صور ايه حتختاري انت من الصور بناء على السؤال اللي حاسألك اياه يلا جاهزة؟ خلينا نشوف الصورة الأولى الله حبيبات قلبي التنتين لا بلا مجامله إيه يا ستوري حبيبات بلا. قلبي التنتين التنتين بحبهم وخاصة خاصة أمل عرفة، أمل عرفة بنت حارتي. أمل عرفة بنت حارتي حبيبة قلبي. هي بنتي بنتي وشكرا شكرا حبيبة قلبي شكرا. الله التنتين حلوة. التنتين مو كوميديان، كوميديان ودراما. هون نحن مش المسامح كريم. شو ها؟ بدنا نسألك سؤال، تعطينا تفضل. أنتِ جواب واضح تفضل تفضل وبدنا نخفف شوية إذا بدك مجاملات للفنانات السوريات أنا ما عم جامل حدا، أنا ما بجامل لك لازم تعرفني يا حبيبي أنا ما بجامل، أنا بحكي اللي بقلبي بإحساسي طيب بين شكران مرتجى وأمل عرفة، مين الأجدر كوميديًا؟ الأجدر كوميديًا، مش يعني مين بتلاقيها أكثر ممثلة بتلبق لها الشاشة بالكوميديا؟ مين اقوى من الثاني بالتمثيل الكوميدي مين بيضحكك اكثر انا ما بيضحكوني التنتين ابدا بس انا بحبهم التنتين لما بيمثلوا دراما آه، بس بيمثلوا كوميديا بحبهم. يا ست هدى إيه؟ امل عرفه بالكوميديا عندها باع طويل وشكرا آه هاي حكيت انت أصبح انت اللي حكيت امل عرفة عندها باع طويل بالكوميديا آه. وشكرا كمان عندها باع طويل بالكوميديا آه. مين بدك تختار اللي انت مين بتختار انت الممثله لا حبيبي وهلا انا بدي لك لك ساعه بتساني ممكن اعرض عليك سؤال انا تفضلي ايه اللي انت مين الكوميديان الاكثر انا بحب هون ها شفتي شلون؟ يعني نحن وانا والله بحبهم نحن وعينا على دنيا اسعد سعيد ايه انا كنت عم بشتغل كنت محا. كنت محا. بالمسلسل بس انا عم لك انت كممثله كفنانه قديره مين بيضحكك اكثر بيناتهم؟ والله اثنين لما بشوفهم مبسوطين بضحك لا بالتمثيل كلنا بس نشوف حتى بالتمثيل بنبسط منهم بنبسط بس هي الزغنونه هي امل عرفه الله الله حبيبة قلبي انتي يعني بتختاري امل عرفة لا بختار تنتين أكثر الكفة ميالة لامل لا الكفة ليك الكفتين عم ياخذوا ويعطوا هيك هيك, هيك 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 مظلومة شكرا بدراما السورية شلون؟ مظلومة شكرا بالدراما السورية لا 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 الحمد لله الحمد لله كلنا عم ناخذ حقنا هي عم تاخذ حقها وامل عم تاخذ حقها وانا عم باخذ حقي كلنا عم ناخذ حقنا الحمد لله ما حدا مظلوم طيب ان شاء الله خلينا نشوف الصوره الثانيه تفضل سلافه معمار وسلاف فواخرجي انا اشتغلت مع سلاف فواخرجي كنت مبسوطه فيها كثير انا بحب اتفرج على سلاف معمار بس انا آه يعني آه كشفت سلاف فواخرجي على حقيقتها هذيك لسه ما اشتغلت معها سلاف معمار مم. بس بحبها بحبها كمنظر بحبها كممثله بس هي فايته لقلبي سلاف فواخرجي فايتة لقلبي اشتغلت أنا وياها واشتغلت معها فيلم كازيروز كانت هي المخرجة مع جوزة مع الأستاذ وائل رمضان, صحيح واثنين كانوا بتغيروا العقل وهي الله الله عليك يا سلاف وانت تقبشيني سلاف معمار بس لا تأخذيني لأنه ما اشتغلت معك ولا عمل <applause> نحن كجمهور اكيد بنحب اثنين وبنشوف حالنا بسلافه وخرجي سلافه معمار ولكن كان سؤال لإلك ست هدى اسم الله عليك يا عم تعطينا الجواب قبل السؤال تفضل حضر الاسئله كان بتعرفي الاسئله مع انه ما حكينا لا والله ما لي محضره ولا لي شيء احكي بالدراما مين بيقنعك اكثر يا هدى اكيد شفتي لامل لسلافة يعني لو ما اشتغلتي معه اكيد شفتي بس لا انا يعني بقتنع بسلافة واخر شيء اكثر محبه بحبها يا اخي من قلبي هذيك ما الله. اشتغلت معها المحبه من الله حنروح لترتيب الفنانات القديرات بسوريا في عنا سيده منى واصف سيده كمان ساميه الجزائري سيدة صباح الجزائري سيده نادين خوري والسيده وفاء مصلي منى واصف درجه اولى درجه ثانيه الاربعه <applause> هاي جواب مختصر كلهم مع احترامي لهم ممثلات بياخذوا العقل بس جنبه نواصف بيقعدوا بالضفه الثانيه ابدا سامي الجزائري بتيجي بالدرجه الثانيه بعد نواصف؟ لانه هي لها دورة وهي لها دورة هي بالكوميديا هذيك بالدراما مم. ام زكي ولا ام جوزيف بباب الحاره؟ هي, كان أقوى. هي ام جوزيف مم. انا ام زكي ايه مين كان اقوى؟ ام زكي ولا ام جوزيف؟ ما بعرف بدك تسال الجمهور ام زكي بدك تسأل بقيت المشاهد. ام زكي بقيت ام جوزيف فلت ليش؟ ما بعرف بدك تسال المخرجين بدك تسال المخرجين يا عمري انت مم. يعني كل الممثلات بيجوا بالمرتبه الثانيه بعد السيده منى واصف طبعا هيدا جواب هلا مثلا ملكه الكوميديا مم. كوميديا ملكة الكوميديا هي سامية بس ملكة لا. الدراما شفنيها. هي منواصل كمان شفناها للسيدة سامية الجزائري بأعمال درامية جدا مؤثرة حارس القدس من فترة كانت برمضان أنا ما شفته يعني كمان ما فينا ننكر أنه ممثلة عم تأدي على رأسي بس أنت عم تقول ملكة الكوميديا وأنا عم أقول ملكة الكوميديا ملكة الكوميديا بالكوميديا أشطر بالكوميديا أنا إذا بتطلع فيها بضحك صور قد ايه اخذتي الحارة بالحاره بسوريا؟ لا ما بقول لك انا، انا ما بحكي. انا يلي اخذه هلا شغله 80 مشهد و14 بلوك وما لي اخذه حقي بس راضياني ومبسوطه لانه باب الحاره هذا. قد اجرك بباب الحاره؟ ما بقول لك، لا تعذب حالك لانه ما بقول لك ما بقول لك ما بقول لك. بيستاهل الاجر يلي عم تاخذيه؟ التعب اللي عم تقدميه بالمسلسل والله انا تعبت كثير بس لا انا مرتاحه مرتاحه نفسيا انا مرتاحه نفسيا ايه المنتج محمد قباند معقول يمثل برمضان <applause> شو حقه ولا ما حقه منتج اي والله يعني بايده القلم ما بيكتب حاله من الاشقياء مم. وهو مم. منتج بيقدر ياخذ بطوله بس بدك الموهبه بقى ما بعرف اذا موهوب ولا ما موهوب منو شاطر بالتمثيل؟ والله شفت لك يا شاطر لانه طلع بمشهد طلع ما بو شيء <applause> خلينا نشوف الصوره اللي بعدها تنشوف مين حتختاري يا ست هدى اكيد مطربه الاجيال الفنانه مياده الحناوي وكمان الفنانه السوريه اصاله نصري بس بدك تسمعي طرب وهيك تنطفي ادنيك من الموسيقى البشعة اللي عم اسمعها اليوم مين بتطربك أكتر؟ والله ليك بالليل بتطربني ميادة لا ما تقولي لي بالليل وبالنهار لا لا بدك تسمعني لا الرأي <applause> إلي لا تقولي ما تقولي بالليل إذا بدي أسمع بسمع ميادة بالنهار إذا بدي أسمع بسمع أصالة كل واحدة إلى وقت هيك من نظري هي. شو قلت لي تحت الهواء شو قلت لها؟ عن اصاله وميادة مين؟ شو قلت لها؟ ذكرك ولا انت لا ذكرني اذا كنت كذاب بدي اقول لك كذاب قلتي لي انه اصاله صوتها بيزعجك هيك من راسها كذاب <applause> 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 كذاب لا تصدقي اصاله هي من عنده خاصه بعد ما عملت العملية الاخيره وطلعت وانت 14 بتاخذ العقل شو فتح الشاشه بتاكل العقل اي والله حبيها لغساله نصري انا بحبها وبحب ميادة دع... دعيتيها انها ترجع على سوريا مش عارف. الله يصلحها وترجع. م. الله يصلحها وترجع لانه هي بلدها هون خلقت وهون ربيت وهون صارت مطربه وهون ساعدوها وهون كل شيء بسوريا. الله يصلحها وترجع. <applause> طيب خلينا نروح للصوره اللي اللي بعدها ست هدى انا وياكي تنشوف في يعني عندنا خليل سامر المصري اللي كان عقيد بباب الحاره وكمان الاستاذ جمال سليمان آه. <applause> سوري انا استاذك. مكسيم خليل يمكن مكسيم خليل يمكن مجتمع معه مره مرتين <applause> انا ما سالتك كم مره مجتمع معه لا عم فسر لك أي. شو بدي اعطي رايي فسري لانه شوي ثاني تاني حتى بينما استاذ جمال سليمان أي. انا شغله انا وياه عظيم درب التبان وعرفته على حياته انسان كويس انسان فنان مم. وانسان مثقف، مثقف فنياً. مم. يعني بينحسب هو الأول بالثقافة الفنية. ولا. لأنه آخر لكان آخر شهادات عن جدارة. بسوريا هو الأول؟ طبعاً طبعاً. يعني جمال سليمان هو الفنان المثقف مم. الأول بسوريا. طبعاً أنا هذا رأيي. والباقيين منهم مثقفين هدول؟ مثقفين بس مو مثله. هو اكتر اكتر هو دارس بلندن اربع سنين مدري سبع سنين مم. دارس الفن دارس التمثيل دارس الاخراج دارس كل شيء انا بنظري الاستاذ جمال سليمان كبير هن كله كبار بس هذا اكبر شيء زعلتي من سامر المصري لما ترك باب الحاره وصار يحكي اكتر على المسلسل من خارج سوريا هذا رايه يصفر لا رقابه على الفكر سوى رقابه الضمير، بقى هذا رايه وعبر عن رايه، خلص. م. مكسيم انا خليني بسامر، ما في ما في محكمة ما في علاقه بينك وبينه ما بتحكوا اتصالات، ما في علاقه مهنيه معينه؟ لا لا التقينا بالمسلسل بس بس بباب الحاره؟ بس ومن بعدها انقطعت الاخبار كلية طبعا ما عدت شفته انا ليه الفنانين السوريين ما بيحبوا بعض؟ لا بنحب بعض، انا بحبهم كلهم بس في منهم ما بيحبوني ليه؟ يصطفلوا ما قلت انت انه كل واحد ناجح بيتحارب إيه انا لو حاربوني بضل بحبهم بس هني كمان هدى ما فينا ننكر قد ناجحين خارج سوريا يعني استاذ جمال عم يعمل مسلسلات كان بمصر وبعدين مسلسلات مشتركه سامر انطلب بدبي وانطلب بتركيا ما في عنده عمل سامر مقيم بدبي ما عم يجي يا ريت يجي سامر كل العالم بتحبه وكلهم بيقولوا العنقيد العنقيد العجيب والله العظيم حيرتيني <applause> خليك تحتار شوي بركي بتكن عني أعطيني نصيحه لماكسيم خليل يعني انت منكم واليكم والسلام عليكم انت منهم وفيهم ونحن بنحبك كلنا خليك من بلدنا يلي منعتز فيك وبنحبك وبنقدرك نحنا ونتمنىك تجي على هالبلد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنشوفك بالشام بأقرب وقت انت و... والعقيد واستاذ جمال سليمان ابو محمد الله يديمه يا رب ويدبله محمد بجاه محمد كيف بترحبي بمكسيم خليل بسوريا؟ ايه برحب لانه ابن بلدي برحب ايه ايه برحب ما نعمل انا ما دخلني سياسيا يصطفل هو له راي وانا لي راي مم. هو يصطفل بس انا برحب فيك كفنان وزميلي وابن بلدي هنشوف نشوف الصوره اللي بعد مشان ما, ما آه ناخذ من وقت الكل كمان من نجوم سوريا المميزين جدا ب... هذا مين اول عبد فهد هذا عابد فؤاد مو هيك عم تعمي معه النار فهم. بالنار هلا وقصه ايه بس مو هيك عابد احلى من هالصوره بكثير هيدا بمسلسل 360 جرام اذا ماني غلطان 350 وهذا تيم حسن بس مغيرين لك لا تيم احلى من هاد بكثير الله اكبر شو هالصور اللي جايبينها انتم وهذا قصيخولي مم. يسلم لي عملت انا وياه 40 حلقه اللي تزوق وكترت غلبه مزبوط ايه وكنا مبسوطين كثير ونفسيته حلوه وانسانيته حلوه وموهوب جدا ومثقف فنيا كمان اي والله بتعرفي هدى شو المميز بهاللقاء انه ما بتخليني انا اسالك سؤال بتعطيني دغري الجواب إيه اللي بدك اياه انت لا مو الجواب اللي بدك اياه انت انا بعد ما سالتك عن ولا حدا في يوم اسالني تفضل لا دغري بدك تقولي لي انا اشطر واحد بيناتهم لا بدك تقلي مين له جمهور اكثر بس عابد فهد هون بهالصوره ما عجبني منه عابد فهد احلى من هيك بكثير 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 هلا فريق الاعداد هو مسؤول عن هيدي الملاحظه قولي من بيناتهم الثلاثه قصي تيم وعابد مين نجم سوريا الاول؟ ما تقولي لي آه. ما في نجم اول، نحن بالمدرسة كنا هذا ما عاد اشتغل بسوريا وهذا ما عاد اشتغل بسوريا وهذا ما عاد اشتغل بسوريا، حلو. لا تقولي مين نجم سوريا الأول، لو عم يشتغلوا بالبلد كنت بقول لك وصلت الرسالة <applause> طيب، الثلاثة عم يشتغلوا برا سوريا بس ما عم يقدموا لك فن يليق بالدراما السورية؟ ما إنه يحسب لسوريا هيدا العمل يعني إذا نجح يعني بديان يشتغلوا ببلدهم Yeah. بدي اياهم يشاركوا بمسلسلات سوريه mm. لحتى اشوفهم شوف حالي فيهم اولاد بلدي حبايبي mm. هذا حبيبي وهذا حبيبي وهذا حبيبي هلا عم بشتغل انا وياه مبسوطه فيه كثير كثير هلا تيم حنشوفه برمضان 23 بمسلسل سوري بتشاركوا فيه البطوله دانا مارديني عاصي الزند اسمه المسلسل مين, مين دانا مارديني بقى؟ مسلسل سوري والله لحظة ما سمعت فيها بلا صح بني. ما بلا هرجع عيد انا طيب حنرجع نشوفه برمضان 23 بمسلسل سوري بحت يعني بعدين تسالني على رايي فيه بعد ما بشوف المسلسل آه ما حاسالك على المسلسل هلا انت قلتي لي انو لانو لانه الثلاثه بيشتغلوا من برا سوريا ولا حدا منهم هو النجم السوري الاول ايوه صاروا النجوم بلد تانية حبايب قلبي ليش تعالوا لعنا نحن بنحبكم الشعب السوري بحبكم انتو ثلاثه بس هنيك الرزقه اكتر مو منيحة مفهومة ولا يهمكم في مثل بيقول محل ما بترزق الزق وانتو خليكم لزقانين محل ما عم ترزقوا هذا المثل عنا روحي طيب انت جزمتي امرا انه ثلاثه خارج سوريا من الموجودين اليوم بسوريا عم يمثلوا دراما سورية محلية لا. بقلب البلد لا من الموجودين مين بتشوفي الأبرز فيهم الموجودين بقلب سوريا في بعد حدا بسوريا اذكر لي اسماء لأشوف. لا انت ما لي متذكرة حدا اذكر لي اسماء لانه كلهم حبايبي وكلهم اذا كلهم حبايبي ما اذكر لك اسماء الكبار اخواتي وصغار اولادي قلت لك قبل هالمره مم. انا كلهم بحبهم كلهم كلهم ابدا بتعرفي ما بقى حاعرض لك صور لانه اسم الله لكل الممثلين احبابك اي والله احبابي وكل الفنانين احبابي اولادك لكن احبابي واولادي وابدا وكلهم بحترمهم وبحترم فنهم وبحترم شغلهم وابدا تيني جواب مقنع هدى شو مشكله اليوم الانتاج السوري غير المصاري ليه ما يسوق له مثل العمل المشترك اللي بيقدموه لبنانيين وسوريين ليه صالون زهره بدو ينتشر عربيا ومسلسل سوري قيم جدا نصا وكتابة وإخراجا وتمثيلا ما بينتشر مثل منت... ما انتشر صالون زهرة مثلا مثل إيش مثلا مثل مسلسل أي مسلسل سوري عم ينعرض بسوريا مثلا والله عم ينعرضوا بكل بلاد بكل بلاد العربية كل المسلسلات السورية عم تنعرض حبيبي بالخليج وعم تنعرض هون بالبناء. ما في إلا باب الحارة عم ينشر عربيا وهو تمثيل سوري الله محمد. عليك وأخيرا حكيت شفت شفت الحمد لله بس باب الحاره اعترفت انت اعترفت انه باب الحاره هو المسلسل الوحيد اللي عم ينباع الله انت راضيه انه يكون باب الحاره هو هويه الدراما السوريه عربيا تقبلي؟ ما عندك مشكله ايه لا ما عندي مشكله ابدا انا ابدا لاني بحبه هذا من بيئتي ومن حارتي ومن اصلي ومن لساني انا مبسوط هدى انه حنشوفك برمضان بعملين مميزين جدا العربجي اللي بيجمع باسم ياخر مع سلوم حداد يا حبيبي باسم ياخر وكمان النار بالنار اللي حيجمع عابد كاريس هو من لبنان جورج خباز الله عملين اكيد حيكونوا مميزين شكرا والجمهور حينطرك على الشاشه خلي لي اياك انت والمشاهدين حبايب قلبي المشاهدين انا بشكركم حبايبي اللي قعدتوا معي ساعه وعم تتفرجوا علي وعم تسمعوني وان شاء الله بتكون تنبسطوا برمضان وكل عام وانتم بخير وكل سنه وانتم سالمين يا رب وتعيشوا الامثال وما ينقص حدا منكم يا رب والغالي بضل غالي هاي بوسه انا بدي لك يا بنهايه هذا اللقاء انه شخصيا تشرفت بمعرفتك وهاللقاء قد ما كان عم جرب يمكن يكون هيك ند لألك بالحلقه بس اسم الله عليكي في حضور في قبول موجود هيك من الله في شخصيه حلوه في طاقه ايجابيه منتشره شوي تاني كنت حتسبيني يمكن بالحاله ما بعرف والله كان هيك يعني لازم أنا. <تصفيق> <تصفيق> بس ما في الا ما قلك انه بوجهك بنشوف هيك شيء له علاقه من الماضي والحاضر والحلو انه عم نشوفك كمان بالمستقبل بالدراما السوريه والعربيه انت وجه مشرف لاي سوري موجود بسوريا بعد او لله. كان منتشر بالخارج الحمد لله دائما وابدا دائما هلا هذا مسلسل النار بالنار وعندك باب الحارة وعندك العربجي ثلاثة حلوة ثلاثة بس النار بالنار أنا عم ركز على النار بالنار لأنه المخرج بياخد العقل والشركة يلي متبني هالعمل تاخد العقل بدنا نختم بقويها منك شو رأيك؟ شو بدك ظلمة؟ يلا أعطيني شي شي محضر أو شي حافظي شي كنت تقولي باب الحارة نختم فيها الحلقة ونتمني لك يا رب دوام الصحة والعافية والعمر المديد. أوها يا باب الحارة، أوها وكلك شطارة أوها وهو حامل المنارة، أوها وجكارة بكل يلي ما بيحبوه.